انا بناشد ان هذا المنهج اللي عملناه في ابدا نعمله في كل حاجه. حاليا الحكومه طرح مبادره لتمويل الصناعه ب 160 مليار جنيه، تتحمل الحكومه فرق الفوائد اللي هو حوالي 12 مليار جنيه زي ما ذكر في الموازنه. انا عايز يتمنى ان احنا نضع هدف ولو بجزء من المبادره، بلاش بالمبادره كلها، وليكن مثلا زي ما تفضل سياده الرئيس زياده الصادرات خلال 12 شهر من النهارده، ونعمل حافز اضافي يسدد فوريا ونتحاسب اخر السنه 15% جنب رد اعباء الصادرات اللي بنعملها دي. يعني معالي الوزير كاننا بنشتري من الاسواق الماليه دولار، هنشتريه من المصانع بتاعتنا. انا بتمنى ان هذا اللقاء السعيد يخرج على الاقل بهذه التوصيه. سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، أعضاء الحكومة والحضور الكريم، أحب أؤكد لحضراتكم أن رجال الصناعة المصرية هم على قلب رجل واحد في خدمة مصر والشعب المصري، ومن أجل دفع معدلات التنمية في هذا البلد، البلد دي وشعبها ده هم اللي عملوا الصناعة، وإحنا اللي مدينين ليهم بالفضل وليس العكس. شكرا جزيلا يا باشمهندس بهاء، شكرا جزيلا، كلام يمس القلب بالفعل. الأحزاب سيداتي وسادتي هي سؤالنا الصعب في هذه الجلسة. الأحزاب المصرية متهمة دائما بأنها غير فاعلة، لا تملك البدائل، وهي تهم قد لا أتفق معها شخصيا لكن رأيي غير مهم. المهم أن هذا الكلام يتردد، والمهم أيضا أننا ينبغي أن ننصت إلى ردود الأحزاب على هذه التهم. أبدأ بسيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. سيادة النائب، أولا في اجتماعاتكم الحزبية كيف تشخصون حال الوطن؟ وهل لديكم حلول؟ هل لديكم بدائل؟ تفضل. يعني إذا كان لي أن أنا أتكلم عن تشخيص، فاسمح لي أن أقول أني مش من الناس اللي بتشوف أن الصورة سودة، لكني بالتأكيد مش من الناس اللي بتشوف أن هي وردية. الناس في مصر بتثق في الدولة وقدرتها، خاصة لما بتشوف مشروعات زي حياة كريمة وشبكة الطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات. ولكن رغم هذه الثقة أصبح لديهم تساؤلات حول تكلفة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على حياتهم، وده اللي بيخلي كلام الحكومة عن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد يظل بلا صدى، لأن التضخم وارتفاع الأسعار أصبح التحدي الأكبر داخل كل بيت في مصر. وده اللي بيخليني بقول بكل ثقة أن التضخم وارتفاع الأسعار هو عدو الدولة الأهم حاليا، والذي لا يمكن مواجهته إلا بتكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبالتوازي معهم ملف الاستثمار والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب العمل الحكومي. إننا في العدل كحزب ليبرالي معارض خرج من رحم ثورة 25 يناير لينتقل من الثورة كفعل للإصلاح كطريق وفكر. نؤمن أن المعارضة تستلزم مسؤولية أخلاقية في القول والفعل، فلا نبشر بأمل زائف ولا نصبح درويش للسلبيات وترويجها. لذا فنحن لسنا مغرمين بالحديث عن الماضي، ولكن ما يهمنا هو المستقبل، والذي نرى أنه يصعب الانتقال إليه بدون مواجهة مع البيروقراطية التي تجاوزت منطق المحافظة إلى الجمود، وأصبحت هي ذاتها عبء على ما وجدت من أجل خدمته وهو المجتمع والدولة. إحنا من دقائق استمعنا لمبادرة إبدأ اللي بعتبرها أحد أهم المبادرات اللي بتتنفذ على أرض المحروسة، ولكن عشان نساعد إبدأ لازم نتعامل معها تشريعيا وتنظيميا عشان المنظومة تكتمل. احنا دايما بنسمع كلام الحكومة اللي بتتكلم فيه عن الاستثمار والقطاع الخاص وتعظيم دوره وتقديم حوافز دي، لكن السؤال المهم امتى هنتكلم عن السوق؟ السوق الحر هو اللي بيخلق استثمار وقطاع خاص قوي وليس العكس. والاهم من الحوافز هو وضوح وشفافية التكاليف غير المباشرة والمباشرة امام المستثمر. انما حجم التضارب اللي بنشوفه والموجود ان كل جهة عايزة تجيب موارد
بتمارس سلطة على المصانع وبتعدل في قانونها الخاص أو تفرض رسوم غير مباشرة بقى بيؤدي لتخبط شديد. سيادة الرئيس اتكلم من دقائق على مسألة إن إحنا لازم نقلل الفاتورة الاستيرادية. المصانع في مصر يا فندم إحنا عندنا أكتر من 13 جهة داخل مصر، بعضهم لديه الضبطية القضائية لحد إنه لديه الحق في إغلاء المنشأة. لو قلنا إن 13 جهة دول كل جهة نزلت يوم في الشهر مع الأربع أيام بتوع الجمعة، يعني عندنا أكتر من نص أيام الشهر صاحب المصنع المتوسط أو الصغير مطلوب منه إنه يقعد يشوف مع هذه اللجان هيعمل إيه، عشان بيخاف من أي محاضر أو أي غرامات تفرض عليه. هذه البيئة يجب أن تتغير، هذه المنظومة يجب أن ينظر إليها بشكل كامل، وإنه أي مصروفات الدولة عايزاها أو هذه الهيئات محتاجاها ممكن تتجمع في هيئة واحدة للتحصيل، وهذه الهيئة تعطي هذه الأموال لباقي الجهات. الجزء الثاني يا فندم متعلق بالإصلاح الإداري. عمري ما هنسى أول يوم حضرت فيه استلام الموازنة العامة للدولة في لجنة الخطة والموازنة، وحالة الذهول اللي كنت فيها، لأني عمري ما كنت متخيل أن الموازنة بهذا الحجم. إحنا بنتكلم عن موازنة تشمل 1636 جهة إدارية بداخلها. ومع الوقت ومع كتر الاجتماعات ابتدى يبقى عندي تساؤل حوالين إيه الحجم ده كله، وليه كتير من الهيئات اللي داخل الموازنة العامة ما بتندمجش مع بعض، خاصة أنه كتير منها بيحصل بينها تضارب في الاختصاصات، وأنه لو حصل هذا الدمج هيتعالج عدد من المشاكل. أولها هو أنه مشكلة نقص الموظفين هتتحل، لأنه هيبقى هنا موظفين أو موظفين، فده هيكبر الهيكل الإداري، تقليل النفقات، والأهم هو الحوكمة ورشاقة الجهاز الإداري. وهدي أمثلة ليه عندنا هيئة تنشيط السياحة وهيئة تنمية السياحة ما بيندمجوش مع بعض، ليه صندوق تنمية الصادرات المصرية ما بيندمجش مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات، ليه مركز تعليم الكبار بسرس الليان ما بيندمجش مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ليه جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ما بيضمش على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ليه دار الكتب لا تدمج مع الهيئة العامة للكتاب. واسمح لي عشان وقت سيادتك والقاعة، احنا عندنا تصور كامل لمسألة الإصلاح الإداري والهيكلي، يعني أتمنى أن أنا أعطي لسيادتك للإطلاع عليه. سيادة النائب بس تسمح أنا لا, لا 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 سيبه لو سمحت كما تشاء سيدي. لا المعارضة لها مكان. تفضل. شكرا يا رئيس.